ثوان لتطفأ شعلة، دقائق لتذبل زهرة وتفرغ فكرة، أيام تنفد فيها الطاقة، سنوات في هذا العالم وكم سيبقى؟ فكر للحظة. واقترب الوعد الحق. الملاحم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. جماريه. في البداية يكون المسلمون في حلف معاهدة مع الروم، وبعدها يصدر غدر من أهل الروم، ويكون قتال بين المسلمين والروم، فيسير جيش الروم في قرابة 1,000,000 جندي إلى آخر وأكبر معركة في التاريخ لمواجهة جيوش المسلمين، وبدورها تستعد جيوش المسلمين لهذه المعركة الحاسمة، فيخرجون تحت قيادة المهدي المنتظر، وتسير جيوش المسلمين تحت راياتها السود إلى أن يلقوا عدوهم بسهل مجيدو في فلسطين، كما تسميه الروم أرمجيدون. الأشياء التي تسبق خروج الدجال، الذي يسبق خروج الدجال خروج المهدي، وأيضا يسبقه قتال المسلمين للروم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن الدجال، يقول: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، يقول الصحابي جابر، قلت: الروم تعني يا رسول الله؟ الروم بيجتمعون في الشام يغزوننا، الروم تعني؟ ركزوا يا جماعة، ترى سبحان الله، اللي ينظر اليوم في الواقع يجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث كأنك يعني أخذت أحداث آخر السنوات وبدأت اليوم تفصلها على الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم هنا أن القتل بيكثر في آخر الزمان، يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: عدو في الشام يجمع لأهل الإسلام. قالوا: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يبدأ الناس بشدة القتال يرتدون أو يفرون. قال: فيشترط المسلمون شرطة الموت، لا ترجعوا إلا غالب. واحد المسلمين يقول: يا جماعة الجيش الإسلامي تفرق، الجيش الإسلامي يفر، من يبايعني أن نقدم ونموت؟ شارطني شرط ما نرجع إلا ميتين، يعني إما أن نموت وإما نرجع منتصرين، ما نرجع، إما الموت وإما الشهاء، إما الموت وإما الانتصار. فيشترط المسلمون شرطة الموت، لا ترجعوا إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. يبدون يقاتلون يقاتلون، هم يموتون والأحياء منهم ثابتون. فيفي هؤلاء، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، وتفنى الشرطة، كل اللي تقدموا ماتوا. الملاحم. حقيقة. صراع الإسلام والنصرانية حقيقة. سيستمر إلى قيام الساعة حقيقة. وهو فتنة حقيقة. ابتلى الله بها المسلمون حقيقة. وما عليهم إلا الصبر والمواجهة. الملاحم. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق
ودابق قرية قرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. الملا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. صحيح مسلم. فكثير من الروم يدخلون الإسلام ليعزز الله بهم صفوف المسلمين، فتريد جيوش الروم الانتقام منهم بقتالهم وحدهم، فيأبى المسلمون ذلك. لكن هناك فتنة كبيرة، فقبل الشروع في المعركة يرتد ثلث من جيش المسلمين وينسحب من الجيش، فيولي بعضهم الأدبار، وبعضهم ينضم إلى صفوف العدو لهول ما رأوا من عظمة هذه الفتنة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. فيبدأ اليوم الأول من معركة أرمجيدون، وتخرج كتيبة من المسلمين تعاهد ألا تعود إلى الجيش إما بالنصر أو تموت دون ذلك، ويبدأ قتال اليوم الأول. أيها الأسد قد حق الكهان، واسألي غير جيش الحق نمحق الكفار والحسود منية الأبرار، نمحق الكفار والحسود منية الأبرار. الملايا كالعطايا منطن الجنات لا تخشى البنود، الملايا كالعطايا منطن الجنات. Oh, my God.
الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. ويحجب الليل بين الجيشين لينتهي اليوم الأول. يا عباد الله، استوجبوا من الله النصر بالصبر، فإن الله مع الصابرين. أيها الجند، ليبشر من قتل منكم بالشهادة ومن بقي بالنصر والغنيمة، ولكن وطنوا أنفسكم على القتال والطعن بالرماح والضرب بالسيوف، فإنه والله لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته والصبر على المكاره. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وفي اليوم الثاني تخرج كتيبة ثانية من جيش المسلمين لتقاتل الروم. والله لا أردها حتى أركزها في صفهم. تعاهد بألا ترجع إلا غالبا. أما الآن فليتبعني. الله أكبر! الله أكبر! فيبدأ اليوم الثاني من المعركة. أحبك ربي. أحبك ربي. أحبك ربي. أحبك ربي. أحبك ربي.